أولادنا هم حياة، كل يوم حدوتة جديدة ومشاكلهم ما بتخلص. معانا ما تقلقيش، هنقولك إزاي تتعاملي معاهم من غير ما تشيلي هم في برنامج أنا والمدرسة مع أمل الخولي على راديو الأهرام. أهلا بكم مستمعي راديو الأهرام وحلقة جديدة من برنامج أنا والمدرسة. لو ابنك انضرب في المدرسة اعرفي إزاي تتصرفي معاه. أمهات كتير بتشتكي من إن ابنها بيتعرض للضرب والإهانة من زملائه سواء في المدرسة أو في النادي، وبيكونش قادر إن يدافع عن نفسه ويرجع البيت وهو حالته النفسية سيئة، وبصراحة بيصعب عليها تشوفه بالمنظر ده، بتبقى مش عارفة تقوله إيه أو تتصرف إزاي، مترددة بين إزاي تجيب حق ابنها أو بنتها، وبين إنه إزاي تخليه واثق من نفسه، وبين إنه إزاي يدافع عن نفسه قدام أصحابه من غير ما تحوله لطفل عدواني وشرس وعنيف. هنقدم لك شوية نصايح تعرفي إزاي تتعاملي بيها مع ابن. في البداية لازم تعرفي إن في بعض الأطفال بتكون عندهم ميول للتحكم والسيطرة على أصحابهم وزمايلهم، بتطلع دايما بشكل عدواني. أما الطفل المعتدي عليه ففي أسباب كتيرة بتخليه مش قادر يرد العدوان والإساءة، زي الخوف والكسوف أو حاسس إنه ضعيف ومعندوش أي ثقة في نفسه. أولا اسمعي لابنك، اعرفي منه كل تفاصيل المشكلة وشجعيه إنه يحكي من غير ما يخاف منك. خلي رد فعلك هادئ ومن غير لوم، دعميه نفسيا. الدعم النفسي والاحتواء أهم من رد فعلك وتصرفك معاه، يعني خليه يحس إن وراه ظهر وإنك مش هتتنازل عن حق. بلاش تشعريه بإنه ضحية، سيبيه يعبر عن مشاعره السلبية عشان ما يفقدش ثقته بنفسه. اعملي تجربة إنك تحاولي تقربي بين الطفلين، يعني لما ابنك يجيلك ويقولك إنه انضرب حاولي تسمعي للطرف الآخر وتعرفي ليه عمل كده. جايز يكون ابنك هو اللي غلط الأول، وانقلي وجهة نظره لابنك. لو يقدر يسامح يكون أفضل، بس على وعد إنه ما يتكررش الموقف ده مرة تانية. تشجعيه انه يحاول انه يوقف اللي ضربه عند حده من غير ما يأذيه ولا يعيط قدامه، والافضل انه يلجأ لمدرس الفصل يحكي له اللي حصل من غير ما يخاف، ويحاول ان يحل الموقف لوحده لو يقدر. اخر حاجه هنلجأ ليها في النهايه ان تبلغي اداره المدرسه بالموضوع، لان في جزء كبير بيكون مسؤوليتهم هما، ومن المهم ان يفهم ابنك ان اللي عمله زميله ده غلط وغير مقبول ولازم يتعاقب، وان في رادع له. عشان كده لازم تروح المدرسة وتقابلي المسؤول وتتأكدي انه سيتم معاقبة الشخص دوت بالجزاء المفروض. في نهاية الحلقة ياريت تكون استفدتوا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة. كانت معاكم أمل الخولي في أنا والمدرسة.